ارتفعت حصيلة القتلى المدنيين إلى 22 شخصا بينهم طفلان جراء غارات نفذتها طائرة حربية مجهولة في مدينة البوكمال على الحدود العراقية في ريف دير الزور قرب الحدود العراقية وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد نشطاء ميدانيون أن غارتين استهدفتا محيط مدرسة تشرين ومستودعا للذخيرة داخلها، ما أسفر عن انفجار ضخم خلف العديد من القتلى والجرحى. وأضافت المصادر أنه تم إسعاف الجرحى إلى النقاط الطبية في المناطق المجاورة، إضافة لوجود جثث متفحمة تعذر التعرف عليها، كما لم يتسنى التأكد من أعداد قتلى تنظيم الدولة الإسلامية.